السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة كويزين رشيدة الغزواني. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد. ديال اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله بريوات ديال الحوت معمرين بالكروفيت والفيرميسيل شينوا. كنحتاجو لهاد الوصفة نص كيلو ديال الكروفيت منقي ومغسول ومقطر مزيان، كنحتاجو باكية ديال الفيرميسيل، باكية ديال 250 غرام، كنحتاجو زلافة مخلطة فيها الكورنيشون فيها الزيتون وفيها الحامض مخلع، كنقطعوهم طريفات صغار على هذا الشكل. نتوما شوفوا كيفاش قطعناهم. وكنحتاجو واحد المعلقة كبيرة ديال الطماطم المركزة تشد الحك، وكنحتاجو قزبر والمعدنوس والثومة مدقوقين، كنحتاجو معلقة صغيرة عامرة ديال الكمون ونص معلقة ديال الكعبة ونص معلقة ديال الإبزار والملحة على حسب الذوق، وكنحتاج الهريسة اللي الهريسة اختيارية اللي بغا، والورقه طبعا اللي غنطوي بها البريوات ديالنا. وكنحتاج واحد نص كاس ديال الحامض، كنحتاج واحد نص كاس ديال زيت الزيتون الا كان كاين، ما كانش كاين كنديروا زيت المائده اللي متوفر عندنا، وكنحتاج الزبدة غندوب تقريبا واحد 150 غرام ديال الزبدة غندوبها باش غادي نطوي بها البريوات. ندوزو طريقة التحضير. من بعد ما سخن الماء كنسلقو فيه الفيرميسيل اللي عندنا، الفيرميسيل راه كاينه هادي وكاينه نوع اخر، نتوما اللي بغيتو لكم الاختيار ديروا اللي بغيتو. ومن بعد ما كتسلق لا فيرميسيل كنقطعوها بالمقص ولا كنقطعوها بالموس ولا شي حاجه، نسلقوها كنقطعوها صافي. نمشيو نخلطو المواد اللي بقاو، يعني الكروفيت كنخلطوه مع الزيتون، كنزيدو عليه الزيتون، كنزيدو عليه الربيع، نزيدو مطيشة المركزة، معلقة ديال لاصوص طوماط اللي قلنا، كنزيدو المواد اللي بقالنا اللي بقاتلنا بحال العطرية كنزيدوها حتى هي، كنزيدو قلنا معلقة صغيرة عامرة بالكمون، كنزيدو الهريسة طبعا انا قلت لكم هريسة اختيارية اللي بغاو، كنزيدو معلقة صغيرة عامرة بالكمون مع نص معلقة صغيرة ديال الابزار نص معلقة ديال الكعبة والملحة على حسب الذوق، والملحة ما تكتروش لحيت كورنيشون وزيتون والحامض فيهم الملحة والحامض، ونص كاس ديال الزيت. صافي وكنخلط هاد المواد هادي كامله. قلت لكم الكروفيت ما كنسلقوه ما والو، هاد الشرموله هاد القمل اللي صايبنا وخلطناه مع بعضياتهم ما كنشحرهم لا فوق النار ولا حتى حاجه، كنخلطهم هكاك وكنزيدو عليهم الفيرميسيل شينوا
اللي قلتكم قطعناها سلقناها وقطعناها صغيرة، قطعناها بالمقص ولا بالموس اللي كان صافي. وكنبقى نخلط في هاد المواد حتى كتنسجم مع بعضياتها. صافي كندير الزبدة الدوب، كندوب الزبدة صافي. وكنقطع الورقة على جوج، كنقسمها على جوج، يعني ورقة ورقة واحدة كندير فيها، كندير بها جوج بريوات، كتخرج لي جوج بريوات. كندهن الورقة بالزبدة صافي، وكنحط شوية ديال الخليط اللي درنا، وكنبقى نطوي على شكل مثلث بهذا الشكل حتى كنكمل الحشوة اللي عندي. نعود تشوفوها انتوما، هانت الورقة، كنحط الحشوة في الجانب ديالها، كنطويها، كنشكلها على شكل مثلث، كنبقى نطويها على شكل مثلث بهذا الشكل صافي. كنبقى على هذا الشكل حتى كنكمل الحشوة كاملة. وكنكون ديجا شعلت الفران يسخن على 220 درجة حتى كيسخن مزيان، وكنستف البريوات اللي عندي شي طاوة شي لاطا ديال الفران، كنخلهم الفران يطيبو درجة الحرارة قلتلكم 220، واحد من 30 حتى 45 دقيقة صافي. وكنجبدهم كيكونوا داك الساعات واجدين. وهاد الحشوة اللي عندنا كيمكننا نعمرو بها حتى بسطلات صغار ان شاء الله. فيديو القادم ان شاء الله غنديرو بسطلات صغار، ونشوفو طريقة الطي ديال البسطلات صغار، سهلة حتى هي. والحوت كيمكن لكم ما ديروش غير الكروفيت، كيمكن لكم ديروا انواع اخرى ديال الحوت. الحمد لله الحوت موجود، انا اكتفيت بالكروفيت فقط. صافي كنبقى على هاد المنوال حتى كنكمل الحشوه ديالي كامله. شوفوهم تلقاهم بعد يطيبوا ان شاء الله. بعد 30 دقيقة بريوات كيكونوا طابوا وجدوا صافي، كنخرجوهم من الفران. الا بغينا نزينو لهم الوجه ديالهم بالفخوماج كنديرو لهم وهما باقيين سخان باش الفرماج كيذوب. ما بغيتوش كتخليهم على هذا الشكل، كتستفوهم في طبق التقديم صافي، كتقدموهم كيجيو هشاشين، كيجيو زوينين ورائعين، تاكلوهم بصحه وراحه. ونتمنى تجربوا الوصفه ديال اليوم وتعجبكم، وتخليوا لي تعليق. واللي كيشاهد في هذا الاثناء القناه ومازال ما دار الاشتراك يدير الاشتراك ويخلي لي لايك. وكنشكر بزاف المتتبعين ديالي، المشاهدين ديالي، المشجعين ديال قناة كويزينة رشيدة الغزواني، وشكرا بزاف.